مشاهدينا أسعد الله وقتكم، أهلا بكم إلى نشرة الأخبار. في المستهل وبعد الحرائق التي مست عددا من ولايات شرق الوطن وخلفت 37 ضحية وأكثر من 200 مصاب، تتواصل الجهود من أجل التكفل بالمتضررين بإشراك الجمعيات الوطنية وفعاليات المجتمع المدني. وضمن هذه الجهود وصلت اليوم إلى ولاية الطرف القافلة التضامنية للهلال الأحمر الجزائري التي انطلقت أمس من الجزائر العاصمة. القافلة تحمل مواد غذائية ومستلزمات طبية إلى العائلات المتضررة من الحرائق بعدد من ولايات شرق البلاد. استقبلنا هذا الصباح رئيسة اللجنة الوطنية للهلال الأحمر الجزائري، دارت لنا زيارة لهنا إلى ولاية الطارف إثر الحرائق التي شبت بالولاية والتي راح ضحيتها العديد من الأفراد والأشخاص، وحمل ببعض المستلزمات تاع الحرائق مثل الأغطية، الأفرشة، الأدوية. هذا وتم إخماد جميع الحرائق التي اندلعت مؤخرا في عدة ولايات شمال البلاد بفضل التحكم التام في 73 بؤرة حريق خلال 24 ساعة الأخيرة. في حادث مرور مميت توفي صباح اليوم 3 أشخاص وأصيب 27 آخرون في انقلاب حافلة لنقل المسافرين على مستوى منحدر طريق واد بيبي ببلدية تمالوست ولاية سكيكدا. إن لله وإنا إليه راجعون، وتبقى الحيطة والحذر والالتزام بقوانين المرور الحل الوحيد لتجنب هذه الحوادث. تنمويا الآن وبهدف توفير مياه الشرب لساكنتي المناطق النائية عبر الوطن، برمج مجمع الهندسة الريفية ومصالح الغابات عدة مشاريع منها تهيئة المنابع الطبيعية وشق المسالك الريفية لبعث حركة تنموية. العينة في هذه النشرة من ولايتي المنية وعين الدفلة مع الزميل عبد العزيز علي. مغتسل بارد وشراب، هكذا أصبحت المنابع الطبيعية بعد تهيئتها ببعض مداشر عين بوسيه بولاية المدية. 16 منبعا بخزاناتها استفادت منها الساكنة بفضل جهود مجمع الهندسة الريفية ومصالح الغابات. برنامج الموكل للمؤسسة فيما يخص المنابع المائية على مستوى الولاية هو 16 وحدة، وهي ونحن في منطقة عين بوسيف كاين 14 وحدة. جزنا منها سبع منابع مائية بلدية عين بوسيف في مناطق مختلفة، وثلاثة جزء في بلدية طفراوت، وواحدة بلدية كف الأخضر، واحدة بلدية ولد المعرف، وواحدة بلدية العوينات، وواحدة بلدية سيدي دمت. قبل كنا من الله زور تبارك، ودركا الحمد لله راهم داروا لنا البسان هذا ومنا نوردوا منا الزوايل، ورانا خير من اللي كنا الحمد لله. مشاريع مثيلة جسدها المجمع ومصالح الغابات بمناطق جندل وكذا المخاطرية بولاية عين الدفلة. استفاد سكان المشاة من 23 منبعا كمورد شرب ومسالك فك العزلة وبعض الأنشطة المنتجة. الطريق حتى للباب عندي أنا ولا عند جيراني كاع كيف الماء، منين خاصك تشرب على روحك. الله يبارك. تهيئة 23 نقطة مياه ومع إنجاز مشاريع لربط وفك العزلة 20 كيلومتر، حيث تم إنجاز 17 كيلومتر. وهذا بينا احنا يزيدوا يدعمونا بالمال بالآخر بالتشجير بالنحل كاع ما يلزم في المنطقة الريفية. تم برمجة 8800 صندوق نحل مملوء خلال الأربع سنوات الأخيرة، وكذا غرس أكثر من 432 هكتار من الأشجار المثمرة، وكذا فك العزلة بمسافة قدرها 90 كيلومتر مست حوالي 60 منطقة نائية ريفية. عينات مشاريع تجسدت في المناطق المعزولة بمختلف ولاية الوطن بهدف تثبيت الساكنة وإدراجهم في تحقيق التنمية الريفية المستدامة. وبولاية الأغواط ومع ارتفاع درجات الحرارة، خرجات ميدانية لفرق قمع الغش ومراقبة الجودة والأسعار إلى الأسواق والمحلات من أجل السهر على مدى احترام التجار لمعايير النظافة لتفادي التسممات الغذائية. عيسى التومي ومعه المزيد. عدم احترام شروط الحفظ لبعض المواد الغذائية سريعة التلف لا سيما في فصل الصيف يشكل خطرا على صحة المستهلك،
وهو ما دفع بمديرية التجارة لولاية الأغواط لتكثيف الخلاجات الميدانية لإعوان الرقابة ومراقبة النوعية والوقوف على مدى احترام معايير السلامة في عرض هذه المواد. يتم الوقوف على مدى إلزامية النظافة والنظافة الصحية عند عرض الأغذية للاستهلاك، ومن ناحية النوعية بالنسبة لمحلات الإطعام أو المحلات القصبات. ويتركز عمل الأعوان على معاينة سلسلة التبريد للحوم بأنواعها ومشتقات الحليب باستعمال أدوات القياس. على كل مستهلك يعني جزائري مثلا لما تكون تشري أكيد أنت حتتابع تاريخ صلاحية، نوع المنتج، كامل هذه الأمور. اللحوم، هذه البيضة، هذه الحوايج اللي معدل المدة الصلاحية قصيرة جدا، كما الياورت، كما الحوايج الألبان، هذه لازم في نهارك. مصالحنا خلال السداسي الأول من سنة 2022 حققت 2868 تدخل، إن جرى عنها تحرير 1621 مخالفة من خلال تخصيص أكبر عدد من الأعوان وتسخير أكبر عدد من الوسائل المادية لضمان حماية المستهلكين من خطر الوقوع في التسممات الغذائية. وتقوم مصالح التجارة موازاة مع ذلك بحملات تحسيسية ضد التسممات الغذائية، والذي يتسبب بها غالبا انعدام الثقافة الاستهلاكية. في إطار عمليات مكافحة الجريمة والاتجار بالمخدرات، تمكنت فرقة البحث والتدخل لولاية بشار من ضبط مشتبه فيهم وحجز كميات من الأقراص المهلوسة والكيف المعالج. العملية جاءت بناء على معلومات مؤكدة وردت لعناصر الفرقة تفيد بقيام شخصين على بيع وترويج المؤثرات العقلية. تم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة بالتنسيق مع السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة بشار، أينما كانت العملية من توقيف الشخصين وحجز 786 قرص من المؤثرات العقلية من مختلف الأنواع وكمية من المخدرات يقدر وزنها الإجمالي 386.1 غرام وآلة حادة. بموجب ملف إجراء قضائي سيتم تقديم المشتبه فيهما أمام السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة بشار. دوليا وفي الشأن الفلسطيني، أعرب مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أعرب عن قلقه بعد إقدام سلطات الاحتلال على غلق المكاتب لسبعة منظمات حقوقية بالضفة الغربية، وصفة إياه بالغلق الصهيوني التعسفي. الهيئة الأممية التي طالبت سلطات الاحتلال بالتراجع فورا عن هذا القرار أكدت أن ما قام به الاحتلال يمثل اعتداء يزيد بشكل كبير من تقويض مساحة حقوق الإنسان والعمل الإنساني على الأراضي الفلسطينية. في تطورات الملف الأوكراني، أكد الأمين العام الأممي أنطونيو غوتيريز أن إلحاق أي ضرر بمحطة زاباروجيا للطاقة النووية يعد انتحارا حقيقيا للمنطقة، فيما أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن حق تخوفه مما وصفه بتشيرنوبيل جديدة في أوكرانيا. سارة دراجة ومعها المزيد. احتدم القتال في أوكرانيا على طول خط الجبهة ابتداء من ليلة أمس إلى فجر اليوم، وأدت عمليات قصف على مدينتي خاركيف وكراسنوغراد المجاورة إلى مقتل 6 أشخاص على الأقل وجرح 25 آخرين. واستهدف القصف في وقت مبكر من صباح اليوم مدينة نيكوبول. على خط موازن، تم إخلاء قريتين روسيتين في بيلغورود بعد اندلاع حريق في مستودع للذخائر بالقرب من الحدود الأوكرانية. ومع تركز القتال في الأسابيع الأخيرة حول المنشأة النووية زاباروجيا وتبادل التهم الذي شابه الكثير من الغموض بين روسيا وأوكرانيا، جاءت المحادثات الثلاثية بين الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش وكل من الرئيسين الأوكراني والرئيس التركي أمس في مدينة لفيف غرب أوكرانيا، جاءت باتفاق على معايير بعثة ترسلها الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى محطة زاباروجيا النووية. كما أعلن غوتيريش أن الأمم المتحدة ستكثف من عمليات تصدير الحبوب الأوكرانية قبل حلول فصل الشتاء. وحث غوتيريش في تصريح له عقب المحادثات كل من روسيا وأوكرانيا على إبداء روح التوافق وضمان استمرار نجاح اتفاق تصدير الحبوب الذي أبرم بوساطة دولية. وإلى الرياضة الآن، وضمن ألعاب التضامن الإسلامي بقونيا التركية، فاز الدراج الجزائري حمزة ياسين بالجائزة الدولية
الكبرى تمرز لدرجاته على الطريق بتوقيت قدره 3 ساعات و3 دقائق و8 أجزاء من المئة، فيما احتل الدراج نسيم سعيدي المرتبة الثالثة بتوقيت قدره 3 ساعات و3 دقائق و9 أجزاء من المئة. هنيئا لكل المتواجدين الجزائريين بهذا الفوز. وفي الرياضة العسكرية تتواصل فعاليات المسابقة العسكرية الدولية الفصيلة المحمولة جوا 2022، واقتصر اليوم الثالث من هذه المنافسة إجراء سباق المطاردة بالعربات القتالية. السباق كان مفتوحا للطواقيم وهذا على مستوى منطقة بوغار بولاية المدية بالناحية العسكرية الأولى، حيث شهد خط الانطلاق مشاركة 5 دول من بينها الجزائر، يفصل فيها أحمد صويلح. بعد يومين عن بداية الألعاب العسكرية الدولية المقامة بالجزائر والتي شهدت إجراء منافسات سباق فرد العربات القتالية وسباق البياطلون تواليا، حان الدور في اليوم الثالث على سباق المطاردة على متن عربات قتالية وعبور الحواجز مع الرمي. السباق شارك فيه أحسن طاقمين من كل دولة اللذين حققا أفضل توقيتين في السباق الفردي للعربات القتالية، يمثلون 5 دول وهي الجزائر والصين وأوزباكستان وبيلاروسيا وفنزويلا، أين تنافسوا بعربتين من كل دولة على طول مضمار يبلغ 3220 متر. هذا وقد جرت المنافسة وسط أجواء تنافسية عالية بين الفرق المشاركة في ظروف تنظيمية محكمة. في الرياضة دائما استعدادات وتحضيرات متواصلة بولاية مستغانم تحسبا لاحتضان كأس العرب لكرة القدم للمنتخبات عند فئة الناشئين، وسط إشادة وتثمين من قبل الأسرة الرياضية على اختيار ولاية مستغانم لنيل شرف استضافة هذا الحدث العربي الرياضي. المزيد عن هذه التحضيرات نتابعها مع محمد الأمين بقدوري. مدينة مستغانم تجمع بين الطابع السياحي الثقافي والرياضي، تتأهب هذه الأيام لاحتضان كأس العرب عند فئة الناشئين في طبعتها الرابعة. سكان ولاية مستغانم لازم يشاركوا في نجاح هذه الدورة العربية ويطلعوا بقوة للملعب المركب. إنه لشرف عظيم لاحتضان ولاية مستغانم تظاهرة مثل التي ستجري هذه الأيام القليلة إن شاء الله، ونتمنى بذلك النجاح والتوفيق للفريق الوطني الجزائري. سيكون المركب الرياضي الرائد فراج مسرحا لهذه الدورة العربية، صرح رياضي يحتوي على العديد من المرافق التي تتوفر على كافة المقومات. الأمور يعني جارية يعني في وتيرة يعني عالية لاحتضان هذه الدورة. إن شاء الله كما تعلمون المركب الرياضي الرائد فراج يحتوي على عدة وحدات، منها القاعة متعددة الرياضات وكذلك المسبح، قاعة كذلك الايروبيك، وعندنا كذلك كما نقولوا لوبرج، وكذلك خاصة الملعب محمد بن سعيد هو اللي غادي يحتضن هذه الدورة. هذا وتعد كأس العرب للناشئين أول تظاهرة دولية رياضية يحتضنها مركب الرائد فراج بولاية مستغانم. نهاية هذه النشرة، شكرا على كرم الإصغاء والمتابعة. جمعة مباركة، السلام عليكم ورحمة الله.